خلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الرئيس السيسي يؤكد خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في غزة وضرورة الإنفاذ الفوري للمساعدات لجميع مناطق القطاع. رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الدولة المصرية للأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجه. وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، زيادة شاحنات المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة بدءاً من اليوم إلى 300 شاحنة يومياً. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف. الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم الأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجه. جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس الوزراء بمقر مشيخة الأزهر، وشهد هذا اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة. كما أكد مدبولي أن الدولة لا تدخر جهدا من خلال التنسيق مع الأزهر في دعم الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم، فضلا عن تيسير مختلف شؤون المبعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج. من جهته قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دول حول العالم للدراسة في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدا الحرص على توفير الطلاب الوافدين فرص للتعايش والاندماج في المجتمع المصري. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير من أهمية بالغة لدى الدولة المصرية، فضلا عن المتابعة الحثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به واستعدادات الافتتاح، أكد مدبولي أن الحكومة عملت على مواجهة الكثير من التحديات حتى أصبح هذا المشروع في مراحله النهائية،
الصحية تمهيدا لافتتاحه، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطوير المناطق المحيطة بالمتحف بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية. هذا وأشار إلى بدء التجهيز لفعالية الافتتاح الرسمي للمتحف الذي يعد الحدث الأهم في العالم نظرا لما يحتويه على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، فضلا عن قاعات العرض التي تستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفية. وصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشباب الجامعات بمقر أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي. استمرارا لدور وزارة الداخلية في رفع الوعي المجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة، نظمت أكاديمية الشرطة ورشتي العمل التدريبيتين الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والكوادر الإدارية بمجلسي النواب والشيوخ ووزارتي التعليم والبحث العلمي والأوقاف، تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين. ورش عمل فيها تنوع في كافة المجالات، الهدف منها هو تحصين الشباب من أي معلومات مغلوطة ممكن أن يتعرضوا ليها. المهم إن إحنا نوعي شبابنا بأنه هناك دائما يعني حل لكل مشكلة، إن مصر باقية منذ آلاف السنين وتعبر الأزمات دائما، ومرينا بأزمات عديدة، إلا إنه في الفترة الحالية هناك تحديات كبيرة جدا بنشرحها لأولادنا. استفدنا وعرفنا إيه المخططات اللي بتحدد الدولة، وده بيزود وعينا أكتر. الورشة مفيدة جدا بصراحة، بتوعي الشباب وبتزود الوعي عندنا وبتخلينا ما نصدقش أي إشاعة بتتقال لنا. تناولت ورشة العمل تطور مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل لتقسيمها بالإرهاب والشائعات والحروب النفسية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام. إزاي إن أنا طول الوقت أقول لك أخبار تحبطك، أقول لك أخبار مش حقيقية، أقول لك خبر حقيقي في ظل 30 خبر مش حقيقي علشان أجذبك ليا. إذن علينا إن إحنا نبني أجيال عندها وعي، أجيال عندها انتماء، علشان ما تكونش في يوم جيش عدوها. هذه الورشة فعلاً أثيرت فيها أفكار جميلة جداً قد تكون بعيدة في وقت من الأوقات عن فكر المواطن المصري. من الممتاز جداً أن احنا نشاهد الآن يعني أناس متخصصين في هذا المجال، في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في خدمة المجتمع. سعادتي للمحتوى اللي بتقدمه ورشة العمل ده بشكل عام، وبشكل خاص كوني واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني بشكر مركز البحوث على توفير وسائل الإتاحة وتحقيق مفهوم الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وده مش جديد على وزارة الداخلية. دورة مفيدة جدا، وكانت يعني استفدنا كذا حاجة، عرفنا كذا معلومة جديدة ما كناش نعرفها. نشكر وزارة الداخلية على استضافتها للشباب، وقد إيه مهتمين إن يبقى في دور توعية كبير للشباب، وإن إحنا نقدر من المعلومات والخبرات اللي إحنا خدناها في الدورة التدريبية هنا في الأكاديمية لأصدقائنا في الكيانات الشبابية والحملات الشبابية تبع لوزارة الشباب والرياضة. تطرقت ورشة العمل إلى استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات والإنجازات التي تتحقق لبناء الجمهورية الجديدة، مع أهمية نشر الوعي للحفاظ على الإنجازات والتصدي لكل من يحاول التشكيك في الثوابت الوطنية. إن معركة الوعي التي تقوم بها أكاديمية الشرطة معركة فاصلة، نستطيع من خلالها أن نبين للناس الصحيحة الذي ينبغي أن نسلكه، وأن نبين لهم كذلك هذه المخططات الإجرامية البغيضة التي تريد النيل من الوطن. البرنامج الحقيقة أكثر من رائع، برنامج متكامل في بعض الموضوعات اللي بشيد بها الحقيقة لأول مرة أحضر موضوعاتها، زي موضوع إدارة الحشود، موضوع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. الحقيقة الموضوعات دي قدموها مجموعة المحاضرين في هذا البرنامج بشكل متكامل. ناس كتيرة بتبقى مش عارفة، بتقول شائعات مغلوطة ومعلومات مغلوطة بتأثر علينا وعلى نفسيتنا، فلما شاب يجي هنا ويعرف الكلام ده
طبعا بيبقى حاجة كويسة وحاجة بتضيف للبلد وبتبني، واحنا عايزين نبني من الشباب طبعا. يأتي تنظيم هذه الورش التدريبية في إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة الداخلية، واستمرارا للدور الرائد الذي تطلع به لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات والأفكار المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأوطان. تواصل مصر جهود التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة، من بينها المسار الإنساني والذي يتجسد في دور القاهرة الإغاثي المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. في هذا الإطار يواصل معبر فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بدءا من اليوم إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان وصلت إلى 322 شاحنة مختلفة من المواد الإنسانية والإغاثية. هذا وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة من معبر رفح وصل إلى 19,354 شاحنة حملت أكثر من 19,952 مادة طبية، فضلا عن 10,435 طن من الوقود و 123,453 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 26,692 طن من المياه و44,100 من المواد الإغاثية الأخرى و2023 طن من الخيام و123 سيارة إسعاف مجهزة.
تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري. شهد معبر رفح اليوم عبور 28 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، إضافة إلى 231 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، و259 شاحنة مساعدات إجمالا من المعبرين حتى الآن. المزيد من العريش مع زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات المختلفة الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن الأعداد التي ما زالت تزداد كل ساعة تقريبا، هناك عدد كبير من الشاحنات داخلة عبر عدد من البوابات، عبر بوابة معبر رفح المصرية وعبر بوابة أيضا كرم أبو سالم. نتحدث عن وصول عدد هذه الشاحنات إلى 259 شاحنة إغاثية مختلفة، بهدف الوصول يوميا من 300 شاحنة إلى أكثر، قد تصل في بعض الأحيان أو هذه هي المساعي لأن تصل إلى 450 شاحنة يومين. ولكن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السيد ضياء رشوان الذي أعلن عن المجهودات المصرية والمساعي للوصول ل 300 شاحنة يوميا في كبداية، ثم بعد ذلك محاولات أخرى لزيادة عدد هذه الشاحنة. تحدث عن دخول حتى هذه اللحظة، وقد تزداد هذه الأعداد دائما بينما نحن نتحدث، قابلة للازدياد إلى 28 شاحنة إغاثية من بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 231 شاحنة داخلة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. هذا بالنسبة للمساعدات الإغاثية. أما بالنسبة لأيضا خروج المصابين، فخرج حتى الآن 30 مصابة من الأشقاء في فلسطين اليوم ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة، بالإضافة بالطبع لمرافقيهم. وحسب البيان الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة الذي قال أن عدد يعني الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية حتى الآن أكثر من 6000 يعني مصري الجنسية، أيضا بالإضافة لخروج أكثر من 66000 من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح المصرية، هذا فضلا عن دخول ما يقرب من 4000 مصاب من الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج هنا، بالإضافة بالطبع لمرافقي هذه الحالات. وهذا بالطبع طبعا لا يمنع استمرار استقبال مطار العريش الدولي للمساعدات المختلفة لتصل إلى الأشقاء هناك في قطاع غزة، بالإضافة للإسقاطات والإنزالات الجوية من جانب القوات المسلحة المصرية إلى الأشقاء في شمال قطاع غزة. والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال بوقف اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين. خلال اتصال من نظيره النرويجي، شدد شكري على ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع وإزالة كافة العقبات أمام الجهود الرامية لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع ولجميع أنحائه بما في ذلك شمال غزة. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة فورا. كما طالبت الجامعة بإعادة أعمار القطاع الصحي المنهار في القطاع. واستنكرت جامعة الدول العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاك الخطير بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن امتناع الكونغرس الأمريكي عن إقرار حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لبلاده سيتسبب في خسارة الحرب أمام روسيا. في السياق ذاته حذر الرئيس الأوكراني من تعرض دول أخرى لما وصفه بهجوم من موسكو في حال انهزام كييف. يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين إلى الصين في زيارة رسمية تستمر ليومين. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر خلال الزيارة إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة والإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر شاحنات تقاوي فاسدة. أوضحت وزارة الزراعة أن جميع التقاوي المستوردة هي سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية. قامت مؤسسة حياة كريمة بإعادة رفع كفاءة منزل مواطن بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة جنوب محافظة بني سويف، وقدم صاحب المنزل شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمؤسسة حياة كريمة لدورهم في إعادة تأهيل منزله مرة أخرى. في خطوة جديدة من خطوات مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، قامت مؤسسة حياة كريمة بإعادة رفع كفاءة منزل مواطن بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة جنوب محافظة بني سويف على مساحة 75 متراً، وذلك بصب المنزل بالخرسانة وتجهيزه وتوصيل المرافق الكاملة له وتجهيزه للسكن ضمن جهود المؤسسة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطن وأسرته وحمايته من حرارة الصيف والشتاء القارس. وقدم صاحب المنزل شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة لدورهم في إعادة تأهيل منزله مرة أخرى ونقله إلى منزل آمن ضمن خطوات مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، والتي حققت نقلة غير مسبوقة في مستوى معيشة المواطنين. في الشتاء كانت النطر بتنزل علينا بتبهدل الدنيا، وفي الصيف برضو الشمس كانت بتبقى نازلة علينا، فالمطوع بتاع حياة كريمة جه شاف المنظر فكتب تقرير وراح بعته للمؤسسة حياة كريمة. هم مشكورا أول ما شافوا الملف والصور راحوا جايين على طول. الكلام دوت كله كان في شهر 12 اللي فات ده، فجموا اشتغلوا في البيت على طول، يعني كانوا يعتبر شغالين ليل ونهار عشان يخلصوه، فما كملوش حتى 4 شهور أو 3 شهور وكانوا مخلصين البيت. كنا بنعاني من حاجات كتيرة بسبب بيتنا ما كان موجود بالسبايت، والحشرات كانت بتخش علينا، والنطرة كانت بتبهدلنا جامد لما بتنطر، وكنا بننقل حاجاتي طبعا عند أخويا. وبعد كده ما كناش متوقعين مؤسسة حياة كريمة توصل لنا يعني، بس الحمد لله ولاد الحلال لما أنجزونا وجونا وعملنا شغل في خلال شهرين. بصمة واضحة قامت بها مؤسسة حياة كريمة في محافظة بني سويف، والتي غيرت واقع بعض الأسر الأولى بالرعاية ونقلهم إلى حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة المواطنين. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر إفطارا جماعيا في نادي الغردقة الرياضي. شارك في هذا الإفطار أكثر من 650 مواطنا ومتطوعا، كما وزع متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر 500 وجبة على المواطنين في منازلهم، وذلك ضمن مبادرة سبيل خلال شهر رمضان. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بكفر الوكالة شربين بالدقهلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بكفر الوكالة شربين بالدقهلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. شملت الفعاليات توزيع هدايا الأطفال وأنشطة ترفيهية وتوعوية، كما شملت الفعاليات إفطاراً لأكثر من 1000 شخص من الأسر الأولى بالرعاية. النهاردة يوم من أيام السعادة بتنظمه مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ومركز مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الثقافة. النهاردة في عندنا فعاليات وأنشطة ترفيهية وأنشطة توعوية بنوعي الناس بخطوب بمخاطر التدخين والإدمان. عاملين أنشطة ترفيهية للأطفال، رسم البهجة على وشوش الأطفال. احنا موجودين داخل قرية كفر الوكالة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة. احنا موجودين مع الناس النهاردة بنعمل اللي هي الإفطار الجماعي، وطبعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتواجد بتاعنا. احنا بنحاول نستهدف أكبر عدد داخل القرية للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات. هدف عظيم يتحقق من تنظيم قوافل السعادة من خلال إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين وإسعاد الجميع. بنشارك النهاردة فعاليات قوافل السعادة ضمن حياة كريمة، المجلس القومي للطفولة والأمومة بيشارك، بنعمل توعية للأطفال بالخدمات اللي بيقدمها المجلس للأطفال وبخط نادي الطفل بالخدمات اللي بيقدمها للأطفال، بالإضافة للتوعية اللي بنقدمها للأطفال في المشاكل اللي بتواجههم من مشاكل العنف والتنمر ومخاطر الإنترنت. بنعمل لهم توعية عن طريق بعض الأنشطة الترفيهية زي ما حضرتك شفت من شوية. اليوم ده خصيصا علشان أبنائنا النشأ الصغير إن هو يشارك ويبقى من صغره عنده وعي وعنده معرفة بإيه اللي ممكن يكون صح وإيه اللي ممكن يكون غلط. بنشوف كل الخير عن حياة كريمة النهاردة. حياة كريمة بقت منتشرة النهاردة عندنا بصورة جميلة جدا جدا. الحياة كريمة احنا كده الحمد لله جميع كل الحاجات بالنسبة للحياة كريمة كملت، بالنسبة للصرف، بالنسبة للمية، بالنسبة للغاز، بالنسبة للنت، كل حاجة بيت تمام الحمد لله. فعاليات عدة تتضمنها قوافل السعادة تشمل أنشطة ترفيهية وتوعوية بالتعاون مع عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى توزيع جوائز مختلفة على المواطنين والأطفال. قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع ملابس عيد الفطر على 1350 طفلا من الأسر الأولى بالرعاية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا. تأتي هذه المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك. يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن، حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية. في هذا الإطار قامت مؤسسة راعي مصر بتوزيع ملابس عيد الفطر على 1350 طفلا من الأسر الأولى بالرعاية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا. بنوزع ملابس لكل الأسر الأولى بالرعاية. احنا معنا النهاردة أكثر من 570 أسرة بمعدل تقريبا 1740 طفل. احنا النهاردة مراعيين ان كل طفل يدخل مع فرحة العيد يكون معاه كل اللبس بتاعه، الطقم الخارجي والطقم الداخلي والشوز، حتى كمان اللعبة بتاعته بنبقى عاملين حسابها والحاجة حلوة بتاعته كمان عشان خاطر نفرحه. مامته طبعا اللي تعبانة وجاية معايا برضه بربا مراعيين ان احنا نبسطها وبنديها حاجة حلوة بتاعتها. والنهاردة تحديدا في مركز بني مزار معانا المبادرة النهاردة، والأطفال بنحاول نفرحهم بفضل الله. كل الأطفال إن شاء الله بياخدوا ملابس كاملة. تأتي هذه المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك. احنا بنهتم جدا جدا بان احنا ناخد الاسر الاولى بالرعايه علشان نفرحهم ونقول انه انتم موجودين، احنا بنحبكم، مصر دايما بتدور عليكم وبتدور على انسانيتكم وعلى فرحتكم. احنا بناخد الاطفال بنفرحهم بنديهم لبس وشوزات ولعب وحاجات حلوه علشان نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ابتسامتكم فرحه لقلوبنا كلنا. انا مبسوط جدا بان انا موجود هنا وبحاول ان انا اعمل حاجه حلوه بان انا ابسط الاطفال اللي بيجوا او الاسر اللي هي أكثر احتياجا. فاحنا بنشكر مؤسسة راعي مصر كتير وبنشكر التحالف الوطني. وهكذا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما في دعم جهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الإنسان. We'll be right back.
في الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام النشرة 9، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الرئيس السيسي يؤكد خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل لحد المجاعة في غزة وضرورة الإنفاذ الفوري للمساعدات لجميع مناطق القطاع. رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الدولة المصرية للأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجه. وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، زيادة شاحنات المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة بدءا من اليوم إلى 300 شاحنة يوميا. وفي ختام نشرتنا، يمتد هواؤنا إلى 9 مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا نهى؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ كلنا مفرهدين خلاص، يعني تحس إنه إيه رمضان وهو بينتهي، الناس خلاص بقى بتبدأ إيه الطاقة تخلص، بس زعلانين قوي والله إن هو هيخلص، الوقود اللي عندنا انتهى، فنبقى اللي هو بس عايزين نبدأ ناخد أجازة. سايق عليكم النبي. أه والله، بس هو أيامه جميلة قوي، يعني رمضان أيامه فعلا جميل. جميلة فعلا. وفي حاجة غريبة فعلا، إنه رمضان حلو، يعني حقيقي. أنا هنا مش بتكلم حتى بعقلية مثلا الواحد يبقى متدين ملتزم، لا، رمضان فعلا روحه حلوة حقيقي، وكأنه ليه روح حقيقية وبتخيم على الناس، فتلاقي الناس سبحان الله بتبتسم، غير رمضان مش مبتسمين خالص، كله مكشر وبتاع، ضغوط الحياة طبعا، بس الناس بتبتسم. تلاقي مثلا واحد جاي في وشك بالعربية تلاقيه باصص لك في الحياة العادية
ايه يا عم ما ترجع بظهرك لورا يعني. كل سنه وانت طيب. كلنا طيبين يا رب. كل سنه وانت طيب يا ريهام. كل سنه وانت طيب يا نور. ربنا يا رب يعيد علينا بالخير ويا رب السنه كلها تبقى رمضان على كل. ما اطولش عليكم، اشكركم اولا واستاذنكم نبدا فقراتنا.